بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية لايك وديسلايك. اللي كان الإجابة صحيحة تعطيني لايك، إذا كانت الإجابة خطأ تعطيني ديسلايك. إذا أجبت ديسلايك وهي المفروض تكون لايك ما تأخذ درجة، إذا أجبت لايك وهي المفروض تكون لايك تأخذ درجة. خلاص، نبدأ بالسؤال الأول. مفرد الحمامتان الحمامة، إجابتكم صحيحة. طيب أنتم، كانت الحمامة يمامة تسبح الله قليلاً، ممتازون. الحمامة يمامة عندما وجدت الطعام حمدت الله وقالت الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إجابتكم رائعة. نشوف مجموعة أبو بكر الصديق، ما هو الوقت يا فهد. الحمامة يمامة كانت لها صديقة أخرى تسمى هند. الحمامة يمامة بحثت عن الطعام كثيرا، وفي النهاية وجدت حبة قمح زرقاء. وجدت حبة قمح صفراء ذهبية. طيب، هذه المجموعة، الحمامة يمامة كان لها صديقة تسمى سلامة. عندما سقطت الحبة من فم الحمامة، سلامة سقطت في البحر. اسكت اسكت، انت مالك داخل يضحك عليك. وريني يا عبد الملك، إجابتكم صحيحة، هي لم تسقط في البحر. إجابة المجموعة هذه، سقطت حبة القمح في النهر، في النهر. وريني يا بلال، سقطت حبة القمح في النهر، إجابتكم صحيحة. طيب، الآن أنا سأكتب كلمة، إن كانت الكلمة صحيحة تعطوني لايك، إن كانت خطأ تعطوني ديسلايك. الكلمة، امسك هذا، خلاص امنع الصوت. ها، متأكدين؟ ايه. الآن ريان يعطيني، الآن ريان، لا ايوه خطأ. ها، اتنين خطأ وانت خطأ. طيب صوبها بقى، صوبها، صوب هذه الكلمة، اتركها كما هي، ينقصها شيء بسيط. لا، انا عاوز زي ما هي كده، في حاجة ناقصة، ايه هي؟ في حاجة ناقصة، مين يعرف؟ لا خلاص، أحمد اكتشف، ضع ضع، لا زي ما هي، الذهبية صح، من عاوز ذهبية؟ النقطتان، الذهبية، لابد لا ننسى النقطتان، إجابتكم صحيحة ورائعة. خذ يا براء، لف هذا، دخل هذه في لف ولفه، امسكه. طيب، أشوف المجموعة هذه، سأكتب كلمة، إن كانت صحيحة تعطوني، وإن كانت خطأ تعطوني. خلاص، النور، النور كلمة صحيحة أم خطأ؟ إذا كانت صح اعطيني لايك، إذا كانت خطأ اعطيني ديسلايك. النور،
الدور صح؟ الكلمة صح؟ طيب خلاص نشوف المجموعة هذه الكلمة صح ولا خطأ؟ إذا كانت صح اعطي تعال يا هتان تعال صوب هتان عمل لي ديسلايك تعال يا هتان صوب هذه الكلمة هات لي واكتب يلا الكلمة الصحيحة ايوه نهي هتان ومجموعة هتان كلها أخذت درجة زيادة لأن هذه هي الكتابة الصحيحة النور بالألف واللام الشمسية بالألف واللام عندكم درجة خطأ هنا درجة هنا خطأ هنا الآن درجة زائدة الآن السؤال لكم خلاص أنا عارف لكن هؤلاء أخذوا درجة زيادة مجموعة عثمان أخذت درجة زيادة طيب لبس هذا دخلها فيه كلمة الله بها الشمسية ها اتفقوا مع بعض اتفقوا مع بعض شاوروا مع بعض شاوروا مع بعض سيبهم سيبهم طيب فراج بيقول ان هي خطأ ليه يا اخي فراج لام أصلية حييك يا بطل أشكرك لام أصلية ليست شمسية ولا قمرية اللام أصلية إذن المجموعة التي فازت اعطي 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 لايك مجموعة امسك مجموعة أبو عثمان بن عفان هي المجموعة الفائزة فراج وبلال وهتان وسعود أشكركم يا أبطال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.